السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شقة جديدة وفيديو جديد في حدائق الأهرام. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عن شققنا السكنية المميزة. شقتنا النهاردة مساحتها 195 متر، ناصية على شارع رئيسي، شارع البوابة الأولى، شارع الفاصل بين منطقة ب ومنطقة د. شقة زي ما قلت لكم ناصية على شارعين. شقة زي ما انتم شايفين مستوى التشطيب بتاعنا ممتاز جدا، شقة جاهزة على السكن على طول. ده الفيو بتاعنا، وده الريسبشن بتاعنا، ودي البلكونة على الشارع. ده شارع 20 اللي بيبهو دال، ودي منطقة خدمات دال، وده مسجد خالد بن الوليد اللي في شارع جاردينيا، وده شارع جاردينيا الرئيسي. ده شارع جاردينيا الرئيسي. ودي بلكونة كبيرة جدا، وده الريسبشن بتاعنا تاني من زاوية تانية. الشقة دي 3 غرف نوم واتنين حمام وريسبشن ومطبخ. الشقة دي كاملة العدادات، فيها عداد كهرباء، ده حمام الضيوف معانا شفناه في الأول، ودي طرق التوزيع باب الشقة، ودي معانا طرق التوزيع المطبخ وحمام الضيوف. ده المطبخ معانا، الشقة طبعا شامل المطبخ، ودي أول غرفة معانا، غرفة على نفس الفيو. ده زي ما قلت لكم مسجد خالد بن الوليد، ده في شارع جاردينيا. شقة زي ما انتم شايفين مستوى تشطيبها عامل ازاي. ده الحمام الرئيسي، دي تاني غرفة معانا، ودي الغرفة الثالثة الأخيرة، الغرفة الكبيرة جدا. غرفة طبعا تشيل أكبر غرفة نوم. زي ما قلت لكم الشقة دي 195 متر، واجهة ناصية على شارعين، 3 غرف نوم واتنين حمام ورسبشن كبير ومطبخ. 3 غرف نوم ورسبشن كبير واتنين حمام ومطبخ. البوابة الأولى منطقة ب، شارع 20 بين ب ودال، شارع 20 بين ب ودال. الشقة دي مطلوب فيها 3,500,000 جنيه كاش، 3,500,000 جنيه كاش. أشوف وشكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.